الاول السن الصغير في موضوع القدوه. لما تتلغى القدوه من حياتنا ايه اللي يحصل؟ نقتدي بالهايفين. عارفين انت بقى تصدير الهيافه، واحنا الارمي بتاع الفريق الفلاني، واحنا هنعمل عمليه عشان معرفش عننا تبقى زي مين زي الفريق الفلاني، والفريق الفلاني علمنا. ما هو انا اما يوصل بنت اندر ايدج ويوصل البنات، انا طبعا كلامي مع البنات، اما يوصل بنت اندر ايدج ويقول لام ويقول لاب اللي ما انتش واخد بالك عيالك من قدوتهم الفريق المغني الفلاني والفريق المغني، وبعدين بقى الارمي بتاع الفريق ده اتخانق مع الارمي بتاع الفريق ده، يعني واحنا المدافعين ولا ايه ده، واحنا نعرف كل حاجه عن حياتهم، واحنا نعرف خطبوا مين وكلوا مين واكلتهم المفضله ولونهم المفضل. مفيش قدوات، مفيش قدوات، وعدم وجود القدوات هي دي اكبر مصيبه على فكره بنقابلها. لما نيجي نتكلم مع بنت قول اعدادي تاني اعدادي وتقول لك لا ده انا حلم حياتي ان انا ابقى كده، طبعا بصوا خلينا متفقين ان كل مرحله من مراحل الحياه انت بيبقى ليكي امنيه مختلفه، يعني مش عارفه عايزه اطلع ايه وانت في ابتدائي وبعدين في اعدادي، لا الدنيا بتتغير، لكن انه يبقى كل يعني الستايل والستاندرد بتاعك بالفئه دي خطر. غياب القدوات، عشان كده احنا محتاجين نصنع قدوات في قلب وعقول اولادنا وبناتنا. من فضلكم اصنعوا القدوات، كلموهم عن 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 مش عايزه اقول تقول لك لا عصر الصحابه كان زمان، مين قال؟ مين قال ان عصر الصحابه ده كان وقت والوقت دلوقتي لا مش كده؟ مين قال الكلام ده؟ كلموهم عن العظماء المياه وقد ايه ان الواحد فعلا يعني لما بيحط في دماغه شيء معين هو بيعمله. اصنع قدوه لبنتي من نموذج حي موجود في 2021، شوفي مين من الناس انت عايزه حبه المجال الفلاني، شوفي مين قدوه في المجال الفلاني، شوفي مين خلقه في المكان الفلاني، وناخد من كل حد الخير بتاعها. لكن بالوضع اللي احنا فيه ده كده كده الجيل ده راح، وكل هو يا جماعه يا اب ويا ام ويا كل المربين، هو المستهدف دلوقتي ان يبقى ناكل اولادنا ونشربهم ويبقى المدرسه الفلانيه والتعليم الفلاني، ولا يعنينا الكلام ده، الكلام ده ماهوش باقي. وخمس ست سبع سنين عيالك خلاص طلعوا دخلوا جامعه، انت مالكش سلطه عليهم، خلاص كل واحد اتبلور فكره، واحنا عملنا واحنا في غلط، انت ما عملتش، انت مطالب شرعا ان انت كاب وانت كام انك تغرزي في قلب اولادك معنى القياده الحقيقيه ومعنى القدوه الحسنه ومعنى الخلق الحسن والاخلاق الحسنه. لو غابت الاخلاق وغابت الحاجات دي في القلوب والعقول قول على الجيل ده يلا السلام. وده اللي بيحصل، البنت دلوقتي بتيجي تناقشك في عقيده وتيجي تناقشك هو ليه ربنا استغفر الله كذا، وهي ليه الحياه ما درستش عقيده، هي درست عقيده ودرست ان الدار دي دار ابتلاء، ودرست ان الله سبحانه وتعالى احنا مختبرين في هذه الدنيا وفي هذه الحياه، وان الله سبحانه وتعالى منتظر يرى منا كذا، دي مش دي الجنه، انت هنا عليك دور وسعي، والله يجزيك بالدور وبالسعي وبالاخذ بالاسباب، لكن انت مختبر. هم مش عندهم كده، ليه وليه الامراض وليه ده يموت، فين عقيده؟ مفيش عقيده. وتيجي ترجع تقول الام مش عارفه ايه، انتبهوا انتبهوا، كل واحده تروح كده ترجع العيله اللي عندها اندر ايجي كده تسالها انت في انهي ارمي يا حبيبتي، انت تبع انهي ارمي يا حبيبتي، انت تبع انهي فريق يا ماما، ان شاء الله صلى الله العفو والعافيه يا رب، وندعي لهم ادعوا لهم يا جماعه، والله والله ليس لها من دون الله كاشفه، ادعوا لهم بجد، وخصوصا في الوضع اللي احنا فيه، هم مش شايفين نماذج، والخطاب اللي بيوجه ليهم او النماذج اللي موجوده مش بنفس لغتهم. يعني كنت مرة قاعدة، يعني معلش اعذروني، كنت قاعدة مرة في مجلس من المجالس كده، الخطاب اللي بيوجه بيعالج مشكلة، كلام كبير جدا، كلام تحفة جدا، بس فئة الشباب ما تفهمش اللغة دي، معلش هنعمل ايه؟ هم طلعونا بره اطار اللغة العربية والفهم الصحيح وبقت الكلام كلها، فانت لازم تتكلم بمصطلحاتهم وارفعهم يا سيدي لمستواك حبة بحبة، لكن علشان اقتحم عقل وقلب الطفل او الطفلة او البنت اللي 12 و13 سنة والولد اللي لازم انزل المستوى العقلي، خاطبوا الناس على قدر عقولهم، لكن اطلع بيهم في المهشفاه هو بيقولوا ايه؟ وايه الكلام ده؟ خلاص الحديث ما خلاص انا مش مستمتع، مش فاهمة، مش عايزة اكمل، وده غلط، فانتبهوا من فضلكم لحاجة زي كده.